أصدقائي السلام عليكم، رجعت لكم من جديد. اليوم بغينا نهضروا على واحد الموضوع اللي هو والله لا اش غادي نقول لك. انا بعدا كنتاسف انا كغايور على مدينه اليوسفيه، كنتاسف على مدينه اليوسفيه اللي غير شي حاجه بسيطه ولات كت شي حاجه بسيطه بحال هاد الزواج ديال هاد الدري مع البنت، والقنوات كامله كشو كيداروا بوم كلشي يهضر على هاد الناس ديال اللي تزوج بنت مع ولد. الله يسهل عليهم الله يزيدهم، واخا ماشي اول حاله وثاني حاله اللي كيف قلتها لكم قبل، وانما علاش هاد القنوات تشوف تي في وهذا الشيء كامل ما جاوش اليوسفيه باش يشوفوا الناس اللي مدينه تبارك الله غنيه من اغنياء المدن في المغرب تبارك الله وما شاء الله، ما دواوش على واحد الدوار وليدات ديالو اللي كنقاطع هو هذا ولاد الدحان ولاد الدحامنا بلوتو. الدوار هذا حتى حد ما دوى عليه للناس ديالو بسبب البعد ديال الطريق ديال المدرسه وما عندهم حتى ترونسبور، انقاطعوا على الدراسه ديالهم اللي كيقراو حتى لحد هاد ولاد الدحامنا والدوار ديال القاضي حتى حد ما دوى عليهم. وهذاك الدوار اللي لهيه ياك ما فكر حتى شي حد يجي يدير من هاد الناس ترونسبور ويجوا هاد القنوات كاملين ويديروا الناس ترونسبور ويديروا الناس ويشوفوا الناس كيعانيو، كاين الشتا كاين الصيف كاين بزاف ديال الحوايج، ما كاين حتى شي حد انا من هادشي اللي هو نطاق حضاري هاد البلاصه، ما تقولش انها دوار باش نطاق حضاري تابع ليوسفيه، وما تكونش نطاق حضاري راه داك النهار كانت جات قيده ديال المقاطعه وبدات كتريب الناس شي حوايج اللي هي كيطيبوا فيهم الخبز، كتقول لهم انا راه نطاق حضاري ما تبقاوش ديروا هاد المسائل. وملي نطاق حضاري علاش ما كتجيش غير الطوموبيل ديال اللي كتقري الدراري، يعني الطوموبيل ترونسبور يدار حتى الكوليج يدار حتى الليسي، وشوف شحال تاع الطريق من هنا من دوار الدحامنه حتى المدرسه في الحد اللي كيقرا مازال نقولوا ابتدائي ماشي مشكل، حتى الليسي اللي كاين تما هذا ما دوى عليه حتى شي حد، هذا ما تفكروا حتى شي حد، ما تفكروا حتى شي حاجه، ما هضروش الناس ديال البلاد يبداو يناضلوا بحال هكا ويهضروا على هادشي، ولا تجي شي قناه تفكر هاد الناس ما تفكرهم حتى شي حد. عاد باش من مشاكل ثاني دوار اخرين هي اللي ملي مشينا هضرنا معاهم حشمنا كاع في 2019 وباقي منطقة حضارية والناس باقا كتعاني في بزاف ديال الحوايج. عيب عيب، هادشي هو اللي خصو يتبارطاجا، هادشي هو اللي خصو يتضامن يكون مع الناس هكا. هاد الناس ديال اليوسفية فايقوا الناس ديال اليوسفية، ما بقاوش يتفلاو عليكم، ما بقاوش يدوخوكم، ما بقاوش ينعسوكم بالهضرة الخاوية. اليوم واحد كيخلقوا الشوشرة، اليوم واحد تزوج مع بنت ودغيا ما كاينش 24 ساعة الموضوع بدا كيتغلق، قال لك كسال في الحمام اغتصب الدري وهزوه وداو عيطوا للمحكمة وكذا في حي السمارة، هذه كيديروا الشوشرة، كينسوكم الواجبات اللي بغيتوا ديالكم، واجبات ديالكم كينسيوكم. بيان سور انا كنطلب منكم تلتفتوا لهاد الناس، هاد الناس اللي كاينين هنا يتبدا يتبارطاجا هادشي، يوصل للمسؤولين. راه ماشي مدينة هادي، راه ماشي راه المدينه هذه راه اكثر من مدن بلا ما نذكروا السميه ديالهم، وما عندهاش حتى ترونسبور الاولاد هنايا باش يمشي يقرا ويجي كينقاطع. راه بحال هاد الناس جاوني انا بحال عايشين في موزمبيق، راه ما عايشينش في المغرب. والله العظيم انا حشمت بعدا ملي سمعت بهاد الشيء، وانا غايور على هاد المدينه، ماشي ولد المدينه واني غايور عليها والله العظيم. وكنتمناكم اصدقائي تبارطاجيو هاد الفيديو على ابعد حد تيوصلوا هذوك القنوات اللي جاوا يهضروا يجوا يشغلوا بالهم ويجوا يديروا البوز بالهضره الخاويه، يجوا لعند هاد الناس لا فعلا هما كينشروا الخبر، يجيو لعند هاد الناس ويجوا لهاد الدوار الطحامنه ويجوا لهذوك الدوار ديال دوار القاضي ويجوا لهذوك الدوار الاخرين، شوفوا هاد الناس مناش كتعاني. ابسط الاشياء اخوتي ابسط الاشياء، جو كروا حتى لاسينيسمون هنا ما كاملاش، جو كروا والله العظيم كنظن هنا لاسينيسمون ما كايناش. اصدقائي كنسمحوا لي الا طولت عليكم، وكنتمنى هاد الفيديو يتبارطاجا بزاف، وان شاء الله دعمونا بلايك ولا ابوني ولا كومونتير باش ان شاء الله نبداو نتفاعلوا معكم، وان شاء الله كل مره حاجه جديده ان شاء الله باذن الله. مع السلامه.